يلا عشان نلم الغسيل، تعالي ورايا. يلا قومي. ماشي. تهدى على نفسك شوية يا بنت. لا رايحة جاية رايحة جاية على الشباك، هو هيطير منك. بيوحشني ياما، وبعدين بقاله ساعة مش باين تحت. لما تروح الجامع اللي جنبنا دهوت وخليهم يندهوا عليه بالميكروفون. واحد تايه يا ولاد الحلال. تايه ده ايه؟ هو عيل صغير ده راجل وسيد الرجالة كمان. أنا بس اللي بحب أشوفه كده كل شوية أو أسمع صوته. ده من إمتى ده يا أختي؟ من زمان، بس أنت اللي ما كنتيش واخدة بالك. أقولك على سر يا زوزة. قولي يا روح زوزة. اما كنت بقعد مع نفسي كده زمان واقعد افكر، كنت بقول يا لهوي لو ميمي مش في حياتي انا كنت هعمل ايه؟ كنت هتتجوز واحد تاني؟ طفي من بقك. اتجوز واحد تاني ده ايه؟ هو في زي ميمي؟ في رقته وجدعنته وطيبه قلبه. الله، طب لما هو كده يعني مفيش زيه ومفيش جدعنته، بتعصبيه ليه؟ مش عارفه، بحب اشوفه هو متعصب وغيران عليا. بحب اشوفه كده وهو دمه بيجري لما حد بيكلمني بربع كلمه. بجد يا بنت ايه ده يا ميمي؟ انت هنا من امتى؟ من ساعات بحب اسمع صوته واشوفه. اهو قفشك يا روح امي. طب خليكوا بقى قاعدين مع بعض. خلي عمتك تنفعك يا حبيبي. تعالى يا عين عمتك، تعال تعال اقعد جنبينا. هو زيك يا حبيبي؟ ازيك عمته؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ كويس؟ انت كنت فين؟ كنت في الوزاره. كلموني من ساعه قالوا لي تعالى عشان تحلف. قالوا احلف قال جالك الفرج يا عمتي. انا حرامي ولا ايه؟ بضحك معاك يا حبيبي، بضحك. اضحك اضحك يا حبيبي. نفس ضحكه ابوك والله. الله العظيم بالظبط نسخه يا اولاد. الله يرحمه. الله يرحمه سنيهم. انا عاوزك في حاجه كده. امور يا حاج. خد يمين. ايه ده عمته؟ عامل بيه ايه؟ الا انت مش كتبت كتابك على البيت ولا انتوا بتضحكوا عليا وترجعوا تقولوا بتنسى؟ لا يا ستي، كتبنا كتابنا فعلا. طيب يبقى خلاص الخاتم ده بتاعك. الله يرحمها امك ويحسن اليها. كانت ادتهوني وقالت لي لما سمحت جيت تتجوز ادهولها، ما انك انت بقى اللي هتتجوزها. خلاص انت اللي تدهولها. لا يا عمتي، وانا كل ده كنت فاكر انت تنصب عليا. يا وسام. حبيبتي يا عمتي. يا حبيبي يا حبيب قلبي. فاكر يا ميمي وانت صغير زمان لما كنت اخدك احميك والفك بالشال الابيض واقول لك الواد ميمي ملفوف بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. والشال الابيض ده بتاع مين؟ بتاع ماما زوزو اللي حمته. يا حبيبي كانت ايام. طب انت ليه بقى بتفتكر الايام دي دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه. ما هيديني ان شاء الله. الله، انت فاكرني كده هتاخد فتيس؟ لا ده انا قاعده على قلبكم لحد ما اربي عيالكم وعيال عيالكم والفوهم برضو بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. يلا انا هنزل. عايز حاجه مني؟ لا. انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ معلش انا كنت جاي بس اجيب حاجه وسمعت الكلمتين الحلوين دول فخطير بقى. طيب يا حبيبي والنبي، ممكن تسقيني ميه؟ عينيا. بص سندوتش صغير كده احسن. البت سامح سايباني من الصبح على لحم بطني. بسطرمه؟ اعمل لك بسطرمه؟ بسطرمه وجبنه وحاجات كده. والنبي ايد نور السلم الهي يسترك دنيا واخره. احسن اخويا صلاح وهو طالع عليه بالليل كده وفي الضلمه يتكفي على وشه. اخوكي صلاح؟ هي هبت تاني عمتي ولا ايه؟ لا خلاص خلاص، انا هنور لك نور السلم للميتين كلهم اللي هيطلعوا لك النهارده. الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. الله يرحمهم. يا نص، دي حكيت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه، انا بعرف من وشها. طيب ممكن تكون زعلانه من امك، من حد من الشغل يعني. جيجي ما بتزعلش من اي حاجه في الدنيا دي الا لو انتوا الاثنين اتخانقتوا. يبقى انت كده عارف كل حاجه. قول يا ديب، انت مش ناوي تتجوز اختي؟ اسمع نص، اختك دي غاليه عندي قوي وانا عايز اتكلم معاك بس خايف ما تفهمنيش. قول يا عم. هفهم. ماشي يا نص، لما تحب واحدة تاخدها وتقعدوا في مكان مشبوه هتقعدوا في حتة نظيفة. حتة نظيفة أكيد. طيب ده بقى اللي أنا عايز أعمله مع أختك. عايز لما أتجوزها نقعد في حتة نظيفة، نخلي في حتة عيل حلو زيك كده. فاهمني يا نصر؟ فاهم، بس أنجز. بس أنجز وأنت وأختك كده متصربعين في كل حاجة. حاضر، ادعي لي بس، أنت قلبك طاهر، ممكن ربنا يسمع منك.
انا هطير دلوقتي. بص ماشي يا نصر. ايه ده يا صاحبي؟ لا يا صاحبي الواد نصه ده جدع قوي. مش احلى مربينه؟ لازم يطلع واد ذكر. تفتكر لو اتجوزت البنت جيجي اخلف واد زيه؟ احلى منه كمان ان شاء الله. بس انت يلا بقى جدع وخلي الفرحه فرحتين. وكله متصبع كده بالراحه عليا شويه. قابل يا سيدي. هروح اقابل. جيب لي البن يا نحل. انا يا اخي جرايه جيجي عامل نفسك مش شايفاني ولا ايه؟ كنت فين يا بت؟ هكون فين يعني يا حصر؟ من البيت للمحل ومن المحل للبيت. الدور الباقي بقى على ما بيهمتش وما فيش غير على لسانه. عايزه اسافر عايزه اسافر. يا دي موضوع السفر ده في ايه؟ انت بعتي لي اخوكي؟ وما بعتوش ليه؟ مش راجلي وعايز مصلحتي؟ لو ان الواد ده عسل وانا مستردعه انا ما كنتش عديت لك طقم النكد اللي عملتيه معايا النهارده ده. لعلمك بقى انا ما بعتوش. هو اللي حاسس وعنده دم. لما بيعرف اني زعلانه من حاجه بيتصرف وبيعمل اي حاجه عشان يرضيني. ايه ده؟ هو بس اللي بيعمل؟ ما شفتش حد غيره بيعمل يا اخويا. لا انا بعمل بس انت ما بتشوفيش. يا بت يا بت فكري يا بت. كل ده عشان مين؟ ما عشانك انت. عشان عيونك دول يا بت. يا سلام كني كده بالكلام. يلا ما لازم اكلك ولا اعمل ايه؟ انت قمر. هو فين احمد؟ العادي بتاع كل يوم كبير، خناقه على طابور العيش. برضه العيش والناس تجري وتسيبنا القهوه فاضيه. في حد تبعنا هناك؟ والله كبير ما اعرفش بس يمكن الله اعلم. اطير طب اشوف لك الدنيا فيها وارجع. استنى اجي معاك ابص، جايز يكون حد يخصنا ولا حاجه.